يقول رب اجعلني شكرا لك، او رب اجعلني لك شاكرا. وقال سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ اني لا احبك. وعشان الرسول بيحبه فاوصاه ان يدعو الله سبحانه وتعالى بعد كل صلاه: اللهم اعني على ذكرك وشكرك. مش الذكر بس والعباده بس، والشكر. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.